التواصل مستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات من هنا من ميدان الشحانية، ميدان التحدي وشوطنا الثلاثون، وهو شوط الختام وختامها مسك بإذن الله تعالى. تمنياتنا لجميع المشاركين بالتوفيق والنجاح، شوط خاص بالأبكار الحقائق من مسافة 3 كيلومترات. نبدأ بالمركز الأول ونبحر مع أول المراكز ومقدمة الشوط سمحة، خالد بن سالم بن فهد بن سالم الهاجري يحتل المركز الأول ويتقدم مع سمحة، بينما ثاني المراكز غنايم عبد الله بن راشد، عبد الله بن علي بن راشد على البحيح المري على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث ثالث التحديات وتابع وقود لجر الله بن محمد بن جر الله بن ذروة المري على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع ننتقل مع الوطن لثلاب بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري على مستوى المركز. ينطلق على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس نتابع الانطلاقة من وقود من تحتل المركز الخامس أو هنا الاسم القادم في هذه اللحظة، راهية لراشد بن سعيد الفيصل يحتل المركز الخامس. إذا متابعينا الكرام هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، ونعود مباشرة مع المركز الأول مع التحدي الأول وانطلاقة هذا الشوط مع شعاره المميز الذي ينطلق على المركز الأول مع سمحة لخالد بن سالم بن فهد بن سالم الهاجري يحتل المركز الأول ويتصدر على هذه المجموعة في انطلاقته هذا الشعار وتواجده في مقدمة الشوط. المركز الثاني الوطن لثلاب بن راشد بن ثلاب الهاجري على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث نتابع غنايم وشد العزايم يا مالك غنايم عبد الله بن علي بن راشد البحيح المري. المركز الرابع نتابع شعار الدعية قادم مع شقرة لراشد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية يقدم شقرة على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس جبارة تتواجد على خامس المراكز لسعيد بن شفيع بن علي الفيد المري على خامس المراكز. إذا متابعينا الكرام شوط الختام وختامها مسك بإذن الله تعالى، تمنياتنا لجميع الأسماء والشعارات المميزة التي تشارك في هذا الشوط بالتوفيق والنجاح. ونذكر للسادة ومتابعي قناة الريان بأن انطلاقات الفترة المسائية الخاصة لحقائق أصحاب السمو الشيوخ والسعادة سوف تكون في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر هذا اليوم. نتابع متابعينا الكرام، نتابع هذا التحدي ونتابع السيل الجارف من الأبكار الحقائق التي تنطلق مع المراكز الأولى. هنا شعار، يا سلام، شعار بن حنزان والشعار البرشلوني يتواجد مع بنت الحنين سالم بن حنزان بن خاتم العنزان النعيمي، ينطلق مع المركز الأول ويغير أمور هذا الشوط في هذا التحدي. ولكن جبارة على ثاني المراكز مع أجواء الكيلو المتر الأخير سعيد بن شفيع بن علي الفيد المري، ولكن الدخول شعار البطين أو هنا الاسم القادم في هذه اللحظة. أتابع الأسماء والشعارات الخطيرة، هنا برقلي بريك بن عجيان بن بريك الغفران المري، وأيضا أتابع ظنون له براشد بن طالب المري، ولكن نعود مع شعار البرشلوني وهجوم مستأذن إلى نحو الناموس وانطلاقة هذا الشوط مع بنت الحنيش سالم بن عنزان بخاتم بن عنزان النعيمي. ولكن ظنون وأيضا هنا متابعينا الكرام بنت الحنيش اللحظات الأخيرة. شوط الختام متابعينا الأعزاء مع انطلاقة بنت الحنيش وشعار البرشلوني. هنا يتواجد وممثل الريان الدائم يتواصل بن عنزان، تهانينا والف مبروك لسالم بن عنزان بخاتم النعيم، قدم بنت الحنيش في شوط الختام منتزع ناموس هذا الشوط المركز الثاني. وصل الظنون لهم بن راشد بن طالب المري المركز الثالث. وصلت في مشاهدينا الكرام برق لبريك بن عجيان بن بريك المجذور الغفران المري المركز الرابع. وصلت في مشاهدينا الاعزاء
الصيفي لعلي بن فهد بن علي بن سعيد بن سفران المري. المركز الخامس جاءت في مشاهدين الكرام مزاحة لعبد الله بن سعيد بن تخيل بو صلعة المري. إذا المتابعين الكرام تهانينا والف مبروك. لمالك بنت الحنيش سالم بن عزاب خاتم النعيمي قدم بنت الحنيش إلى خط النهاية. منتزع ناموس هذا الشوط والشوط الختام 4:44 بدون أجزاء من الثاني. تهانينا ناموس. المركز الثاني ظنون للهم بن راشد بن طالب المري وتوقيت ظنون محتل المركز الثاني 4:44 وثلاث أجزاء من الثاني. تهانينا وناموس. المركز الثالث جاءت في مشاهدين الأعزاء برق البريك بن عجيان بن بريك الغفران المري وتوقيت برق 6:46 بدون أجزاء من الثاني. تهانينا وناموس لجميع الفائزين في صباح هذا اليوم.